مرة تانية مشاهدينا الكرام بنقدم خالص التحايا والتقدير والإجلال لكل منتسبي الشرطة المصرية بمناسبة ذكرى رقم 71 لاحتفالاتهم بهذه المناسبة السعيدة. هي طبعا مناسبة سعيدة رغم كل تفاصيلها، يعني اللي كان فيها موت وكان فيها جرحى، لكن استبسال الجند المصري أمام الآلة البريطانية ربما كان له دور كبير جدا في أنه يعتبر هذا اليوم هو عيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية، وأيضا هو عيد للشرطة المصرية بشكل عام. في نفس يوم 25 يناير من عام 1952 حدثت موقعة الإسماعيلية اللي هنتكلم عنها بقدر من التفصيل مع ضيفنا الكريم اللي هيكون معانا دلوقتي، وهنتكلم كمان عن احتفالات مصر بعيد الشرطة المصرية غدا بإذن الله. مرة ثانية بنقول لكل أبناء الشرطة المصرية كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. أسئلة كثيرة هنطرحها متعلقة بهذا الأمر، وربما كمان ضيفنا يكون له تجربة شخصية في هذا الموضوع، الأستاذ نجيب نصيف، ماجستير في مجال السياسة والتاريخ المصري القديم وباحث دكتوراه في التاريخ السياسي المصري. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا كالعادة، ونقول لك كل سنة وانت طيب. وحضرتك ومصر كلها بخير يا ربي، وشرطتها وجيشها وقضائها وجماعتها وشبابها وعواجزها وأطفالها وست الكل، الست المصرية اللي أنتجت كل ده وإدت كل ده بخير يا رب. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيب. حضرتك حصلت على الماجستير في مجال السياسة والتاريخ المصري القديم، وده بعد مراحل كفاح يعني وصفت بأنها استمرت لحوالي 40 عام، وبالتالي خلاصة خبرتك في مجال السياحة والآثار يعني وضعتها في هذا الأمر. خليني أبتدي بكلمة قالت لحضرتك يوم مناقشة رسالة الماجستير: تمسكوا بالأمل فإن الأحلام لا تسقط بالتقادم. إلى أي مدى حضرتك بتسقط هذا المعنى على رسالة الماجستير اللي حضرتك قدمتها؟ يعني أنا خريج علوم سياسية 180 بتقدير جيد جدا، وكنت التالت على دفعتي. نعم. وكان كارير الجامعة هو هدفي لكن ما تحقق أقشي، فعملت دراسات أفريقية بره بقى الكلية. نعم. في معهد الدراسات الأفريقية كان في شارع المساحة ورا شيراتون في القاهرة قبل ما يدخلوا الجامعة مؤخرا يعني وكده، واخدت سنتين الدبلومة على أساس أن أنا أكمل. جات ظروف راحت بعدتني عن هذا المجال ودوامة الحياة واللقمة العيش والسفر بره وحاجات كتيرة خدتني يعني. نعم. الكلام ده كان إمتى؟ كان 81-82. نعم. فلما سمعت بفتح معهد الدراسات الأفريقية في أسوان هنا ما كنتش مصدق، كأن ربنا بيديني هدية أنا وأهل أسوان، يلا كده تشجع وتعالى كمل وتعالى كمل. فرحت أنا وصديقة ليا يعني كانت برضو مهتمة بالدراسات العليا، وقابلنا العميد وقدمنا أوراقنا وحاجات من دي، وكنت سعيد جدا أخدت الدبلومة مرة تاني. نعم. لأن كانت الأولى انتهت طبعا. وبعدين عملت تمهيدي ماجستير، وبعدين بدأت في الرسالة، لكن الظروف ما كانتش مواتية قوي لأن جات الكورونا وجاء حزام ناري وجات شوية حاجات من دي منعتني، رغم أن أنا كنت عامل حوالي يمكن 80-85% منها. فلما قابلت احيانا بتبقى العشرين دي هي الأهم من هي هتبقى الخلاصة الملخص طبعاً. كله كده والفاينل يعني. كنت في زيارة القاهرة وقابلت المشرف، وزي ما بنقول ان الصحة بتبقى رزق طبعا، والولاد رزق والأسرة والزوجة رزق وكده، فالمشرف على رسالة رزق. وانا يعني من هنا بستأذن حضرتك اني بقدم شكري لأستاذي ومعلمي دكتور محمد شوقي، هو عضو مجلس الشيوخ وأستاذ في العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي نفس الوقت أستاذ قانون. نعم. ناقشت معه موضوع بعيد عن الرسالة، فبص لي قال لي طيب مش عايز تكلمني في حاجة تاني؟ قلت له أنا محرج منك. قال لي لا كمل، لأنك أنت خلاص يعني باع الحلو دقة زي ما بيقولوا خلص. فبالفعل رجعت من عنده، كنت بشتغل من 8-10 ساعات يوميا، خلال 3 شهور كنت مخلص الرسالة ما شاء الله. بس رجعت بقى للمساحة ال 80% دي الأول بالزبط، على أساس إن بيحصل لها برضو نوع من التنقيح إضافة وحذف بالظبط. وبعدين عشان ده تخليك حصل. تقدر تواصل ده يعني. حصل ده طيب. حصل طب هو دكتور محمد شوقي وصف الرسالة بتاعت حضرتك قال إن هي بتجمع بين الدراسة النظرية والخبرة العملية للباحث، إزاي؟ لأن أنا خريج علوم سياسية، فهي أصلا واخدة مناهج البحث المعتبرة في علم السياسة، يعني عندنا مثلا زي منهج المصلحة
الوطنية، زي مثلا مناهج بحث أخرى برضو في العلوم السياسية معتبرة موجودة يعني وكده. فأخدت المناهج دي ورحت مطبقها على حبي الكبير العميق بتاع التاريخ المصري. فكانت أول رسالة بتجمع ما بين دراسة للتاريخ وفي نفس وتاريخ مصر القديمة تحديدا، وكمان بتبقى مع دراستي للآثار والتاريخ المصري اللي مارست فيها حياتي طوال حوالي 30 سنة. وفي الدراسة أثبتت نظرية لأول مرة في العالم مش في مصر، أن مصر كانت صاحبة لأول نظرية للأمن القومي في العالم. إزاي بقى؟ ازاي ده جوهر الرساله. وهو طيب هو مبدئيا عنوانها ايه الرساله؟ الرساله يعني كنت بالصدفه عند اصدقاء فهي معايا مع بعض اوراق، محددات الامن القومي المصري، الثوابت والمتغيرات، دراسه تطبيقيه لصادق 25 يناير 2011. ليه اخترت العنوان ده بالذات؟ الفكره ان انا كنت عايز ارد على مراكز البحوث والدراسات الاوروبيه والعربية والمصرية اللي انتهجت نهجها بأن قالوا أن العلاقات الدولية هي ابنة صلح وستفاليا 1648، يعني بتكلموا على القرن 17 لما بدت الدولة القومية في أوروبا في الوقت ده بعد جبروت الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية الجرمانية والمذابح اللي اتعملت وكده، حروب لمدة 30 سنة فانتهت بالصلح، فابتدى التسامح، التسامح المذهبي، ما فيش ضغط إجبار على التحول المذهبي، بقى في سلام، بقت الدبلوماسية هي الحل إلى آخره بهذا الشكل، وابتدت تظهر الدولة القومية هناك في أوروبا، اتفككت الإمبراطورية الرومانية، ابتدت تظهر الدولة القومية، فقالوا إن بقى هي دي بداية حضرتك بقى عايز تقول لا البداية كانت من عندنا. قلت لهم آسف جدا أنا رافض الكلام ده، أنا ابن مصر وعارف إيه وزن مصر، زي ما قال عليها أستاذنا الله يرحمه جمال حمدان في موسوعته وهو بيتكلم على شخصية المكان أو عبقرية المكان، إزاي إن مصر كانت أول أمة في أول دولة، أم الأمم، فالدولة اللي هي عملت الوحدة 3100 قبل الميلاد، وحدة متكاملة لدولة بأركان الدولة الثلاثة زي الفقه بتاع القانون الدولي ما بيقول ان يبقى في شعب مستقر على ارض او اقليم وفي سلطه سياسيه، عملها منى او نارمر زي ما بيتقال اسمه 3100 قرن 32. طيب يا اهلنا في اوروبا وحبايبنا، واحنا مش عنصريين ولا عندنا شوفانيه، ده يبقى اسمه ايه؟ الكلام ده بدا منين؟ انتوا في اعظم دولتين الدوله القوميه بتاعتهم امتى؟ في القرن 19، 1861 و1871، يعني 52 قرن ما بين مصر ام الدنيا بدولتها وما بين الدول الوليده اللي اتحبوا كانت لسه. فده كان كده. وبعدين لفت نظري ازاي بيقولوا ما فيش نظريه امن قومي في مصر، ومصر هي اللي حمت الديانه المسيحيه لما احتضنت العائلة المقدسة. وبعد كده نيجي نتكلم على الإسلام والآية 99 في الجزء الثاني من الآية الكريمة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فطبعا الأمن بتاع مصر مع الأسباط وإخوة يوسف لما دخلوا ليه وقاوا إلى أبويه إلى آخره على حسب نص الآية القرآنية الكريمة. وبعدين قال إن اليهود في جميع فتراتهم كانوا الأمان هنا، ده بالنسبة للأديان وسيدنا إبراهيم وكل المواضيع دي اللي احنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين اللي بنلقاها في كل دخولنا لمطاراتنا وموانينا وكده، هو احنا جايين من بره ادي بلد. طيب العائله المقدسه ما راحتش لفلسطين او سوريا العرب، جت لغايه مصر ليه؟ وصلت لغايه اسيوط ليه؟ ما هو دي اسئله. وبعدين في الدفاع عن الاسلام ان بنلقى يعني اخطر معركتين دخل فيهم الاسلام وكان معرض لتهديد كبير اللي هي ذات الصواري اللي ما كانش عندهم في الوقت ده اي خلفيه بخصوص البحر. وبعد كده اجي اتكلم على حطين مع صليبين وصلاح الدين الايوبي، بل انقذت العالم كله لما اجي اتكلم مع المغول وكده هو فانجلوت. فازاي ان دي ما يكونش فيها بتكلموا ازاي؟ فده كان بالنسبه لي وضع مستفز. قعدت ارجع لتاريخنا وقعدت اجمع الكلام ده، اخذ له يمكن بحث بحوالي سنه ونص وانا بركب قطع الفسيفساء عشان اعمل منها نظريه تقنع
اساتذه السياسه اللي اول مره يطلعوا مش عارفين تاريخ مصر والغرب وكمان اساتذه التاريخ عندنا والاثار اللي هم اول مره في حد من بتوع سياسه بيتكلم على انه بياخد التاريخ ده ككادر وحط فيه الصوره اللي هو عايزها بالنسبه لمصر. فمن هنا كانت اهميه الدراسه بالتشجيع اللي انا لقيته من اساتذتي المشرفين، ان هي يعني بتاخد من الحسنيين التاريخ المصري والسياسه. السياسه، وحضرتك عملت ربط هايل بينهم الحقيقه. اذا حضرتك اكدت من خلال رساله الماجستير ان مصر عرفت نظريه الامن منذ اكثر من 3200 سنه او يعني 32 قرن زي ما حضرتك ذكرت قبل الميلاد، وده في دحض لفكره انه الفكره دي نشات في اوروبا في بالزبط. في القرون في القرن 19 على سبيل المثال. حضرتك استعنت في رسالتك بمراجع أجنبية، طب المراجع دي الأجانب فيها كانوا بيقولوا إيه عن نظرية الأمن؟ ما هو برضو قطع الفسيفساء. يعني أنا لما أجي ألقى في متحفنا الجميل المتحف المصري قبل طبعا الجديد، يعني الصلاية بتاعت نارمر اللي فيها الوحدة، لما أجي ألقى الرئيس السيسي بيجي يفتتح من سنة وشوية كده هو في نوفمبر 21 طريق الكباش في الأقصر مع وزير السياحة والأثار العناني، وبعد كده يقف قدام نقش موجود على تمثال أحد جانبي تمثال رمسيس الثاني ويقول له ده النقش ده سر الحضارة المصرية، لأن فيه سمة تاوي. سمة بالمصرية القديمة معناه يوحد، والتا هي الأرض وتاوي المثنى يوحد الأرضين، معناه الجالس على هذا العرش المصري هو موحد كل مصر. صحيح. ده البند الأول بالنسبة لنظرية الأمن القومي، أن تبقى وحدة جميع الأراضي. صحيح. والشعب الساكن المقيم على هذه الأرض. فالمراجع الأجنبية مع القطع المصرية اللي أنا جمعتها كانت بتتناول هذا، ولكن فرادة زي ما بتقال في جزر منعزلة. أنا قمت بعملية التجميع عشان أعمل الصورة بتاعت الفسيفساء تبقى صورة مكتملة. الحمد لله الحمد لله. طيب قبل ما نخش بقى على موقعة الإسماعيلية، برضو الدكتور عبد السلام نوير قال ان الدراسه دي بتاكد ان نظريه الامن القومي المصري ذات جذور عميقه. هو كده بياكد على المضمون العام اللي حضرتك خرجت بيه من هذه الرساله. في ناوي على مشروع دكتوراه ان شاء الله باذن الله؟ يعني انا يعني شهيتي انفتحت للقرايه، فيعني عدت مره تاني للملاعب زي ما بيقولوا. ربنا يديك الصحه. يعني عشان الحق بلعب في الوقت الضايع زي ما بيقولوا. لا لا بالعكس، ربنا يديك الصحه. فبحاول اجمع كده لفكره تاني برضو تبقى يعني نظرية أو تبقى يعني موضوع عميق، يعني مش مجرد إن هي اللقب بتاع الدكتوراه. بس حضرتك يعني أطلقت الشرارة الأولى. طيب إحنا بنتكلم عن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ذكرى مرور 71 عام، وهنا إحنا بنتكلم عن 25 يناير 1952. دي كانت شرارة اللي حصل واللي احنا بنحتفل بيه النهارده، لكن اكيد كان في مقدمات او اسباب او عوارض كانت هي يعني المؤشر او الارهاصه اللي مهدت لقيام او لحدوث هذه المقطعه، وبالتالي هي بدورها وصلتنا لثوره 52. اديني حضرتك فكره نبذه تاريخيه بسيطه عن ايه المقدمات اللي وصلتنا لهذا الحال. يعني احنا تاريخنا جميل في كل أبعاده وكل تفاصيله، سواء التاريخ المصري القديم، التاريخ القبطي المسيحي أو القبطي الإسلامي العربي، يعني فترة العصور الوسطى بكل ما فيها، ونلقى شخصية زي تومان باي كده آخر المماليك ومقاومته للغزو العثماني في مصر. فلما نيجي نتكلم على حتى بداية الفترة دي 1517 مع سليم الأول لما دخل مصر وكده، واستمرينا أربع قرون في الاحتلال العثماني بجميع مساوئه بتفاصيله اللي كان الواحد سبق وقالها في بعض حلقات زي مساوئ أي احتلال، لغاية ما جات الاحتلال البريطاني لمصر وضرب اسكندرية 1882. فبقى وضع غريب إن مصر تحت السيادة العثمانية أو التركية،
وفيها احتلال كمان لجيش تاني غربي اللي هو الجيش البريطاني او الامبراطورية البريطانية وكده. لكن بريطانيا كانت عارفة انها تحت غطاء او مظلة الحاكم العثماني او السلطان العثماني يعني او الخليفة العثماني. هي لعبة الماريونات يعني بنتحرك من بعيد. بالضبط يعني مثلا خلاص انت خليك مع الملك ونظام الحكم واحنا لينا المنافع والحاجات دي وكده. لغاية ما جت الحرب العالمية الاولى 1914 ل 1918. هنا لما دخلت تركيا مع ألمانيا ضد بريطانيا راحت بريطانيا أعلنت الحماية على مصر. فرصة. هي جات لها فرصتها خلاص استبعدتها فأصبحت مصر خلاص يعني إيه كأنها ولاية بريطانية, بريطانية بدل ما كانت ولاية عثمانية. فالحماية بتاعت مصر دي خلصت الحرب واحنا طوال الفترة قاعدين بنحاول نعمل مفاوضات ازاي نستبعد الناس دول اللي ليهم دلوقتي من 82 عندنا هنا في البلد. فاللي حصل ان امريكا كانت لسه شابة والبدايات اللي هي عايزة تدي نوع من الدعاية لسياستها الخارجية وكده. ففيها رئيس اللي هو تيودور فرح تيودور عمل حاجة ان هو اعلن 14 مبدأ كان من ضمنهم حق تقرير المصير. نعم. وقال ان احنا هنعمل عشان حل المشاكل اللي في العالم هنعمل عصبة الامم بعد الحرب العالمية الاولى. وكان في دعوة لمؤتمر في فرنسا اسمه مؤتمر فرساي. فمصر كانت عايزة تحضر. مين كان وقتها في مصر؟ سعد زغلول ورفاق. فرح للمندوب السامي بيقول له ان انا عايز انا عايز اسافر. بقول له انت ايه يعني ما معناه بالبلد كده انت بتهرج تروح الصلح ازاي يعني انت بتمثل ايه وحاجات من دي وما كانش هو دخل وزارة ما كانش. فقال له يعني قال له انت ما تمثلش الشعب بسيط. عمل بقى عملية ان ايه توكيلات كل الناس الوفد في كل قرية لانه كان هو الحزب الاغلبية الحزب المصري الحقيقي اللي شهدته مصر طوال تاريخها يعني حزب الوفد حزب الوفد كان في كل حتة وكان حزب ليبرالي وكان حتى بعض اخطاء الكتاب الاسود اللي عمله مكرم عبيد عن عباس عن مصطفى بس اخطاء بشرية فكانت اخطاء وما تذكرش مقبولة يعني. طبعا. المهم ان بعد ما حصلت عملية التوكيلات دي لا الراجل ده خطر ما يتسابش يعمل ايه راحوا نفينه لمالطا. قامت الثورة ثورة 19 فكانت دي بداية الحركة الوطنية في مصر ان الناس بتجمع على شخص انقذ او يمكن ان ينقذ مصر سعد زغلول. فراحوا اطلقوا سراحه تحت ضغط الجماهير يعني. وقالوا خلاص يعني ما فيش مشكلة واحنا هنبعت وزير المستعمرات ميلنر يعمل زي لجنة ويشوف بقى التفاوض مع عدلي يكن مع حد كده ومحمد محمود بحيث ان احنا ايه الناس دي تمضي على موضوع الحماية. سعد كان رافض الحماية فراح فوجئ بانه في المؤتمر بتاع فرساي كل المؤتمرين وكانوا متآمرين مش مؤتمرين أو متآمرين ان مصر تحت الحماية وبصموا الايه لبريطانيا بهذا الشكل. فطبعا كان الصدمة بالنسبة له وقالوا انه هيبعتوا ميلنر فراح هو بقى عن طريق اللجنة المركزية للوفد قال لهم الحقوا محدش قطعوا اللجنة دي. مين اللي عمل ده؟ هو سعد زغلول تاني. فميلنر جه برضه تخبى ان هو خد مركب لغاية بورسعيد وبعد كده فضلوا السكة الحديد لغاية ما وصلوا القاهرة وفي طيران بيحميه وحاجات بهذا الشكل من فوق خمس طيارات لغاية ما ايه دخل دار الحماية دار السامي البريطاني الحماية البريطانية. هنا اعلنوا انه ايه الراجل ده وصل عشان كاس. قامت المظاهرات في مصر وكانت شرارة للشعور الوطني وكانت فترة جميلة وكده. المهم ان مفاوضات كلها بقى ايه يعني احنا نحاول ان احنا نزنق بريطانيا وهي بترفض. اخدوا ثلاث شهور ميلنر في مصر ما عملش حاجة فروح وقال ما فيش غير موضوع سعد. طب ابعتوا لنا سعد. سعد قال تجيني دعوة رسمية. راح لندن المفاوضات وقفت وكده هو على الموضوع اللي هم هيعملوه. في الاخر وصل اللورد الليمبي اللي كان بطل في الحرب العالمية الاولى ضد الاتراك راح كان هو المندوب السامي وقتها قال اذا احنا هنعمل طبعا بإعاز من يعني اسماعيل صدقي ومحمد محمود ان طيب انتوا عايزين ايه من مصر بس تدوها نوع من الحرية والاستقلال. فطلع تصريح
بتاع 28 فبراير 1922. فده لأول مرة بيعترف باستقلال مصر. بس استقلال منقوص. بس منقوص. لأن كان في شروط مش في صالحه. وكمان يعني سعد زغلول سماه يعني بتصريح الانتكاسة يعني وكده هو. فبالتالي ابتدينا نقول إن كان في أربع تحفظات، إن مصر، إن بريطانيا بتدافع عن مصر. وان مصر تدافع عن مواصلات الامبراطوريه الرومانيه فيها، وان مصر تحافظ على الامتيازات الاجنبيه للاجانب وتحمي الاقليات، كان الاقليات دول من حته تانية. ايه الاستقلال اللي في كده؟ ما هي مجرد العيب مقنعة. العيب بتاعه كلمات السياسه المزوقه كده. وكمان الوضع في السودان، لا الوضع في السودان ده يعني تحت الحاكم العسكري البريطاني وكده هو، والمعاهده السابعه بتاعه القرن 19. دي كانت التحفظات الأربعة اللي هي وصلت كل مفاوضات سعد ماكدونالد وميلنر قبله، وميلنر مع سعد، وبعد كده سعد مع ماكدونالد، وبعد كده بنيجي محمد محمود مع هندرسون. المهم مجموعة مفاوضات مختلفة بين رؤساء الوزارات المصرية والخارجية أو رؤساء الوزارات البريطانية انتهت تقريبا إلى لا شيء، يعني لغاية ما جت معاهدة 36. هنتوقف قليلا وهنعتبر أن تصريح 28 فبراير عام 1922 هو المقدمة الأولى اللي أطلقت شرارة موقعة الإسماعيلية، خلينا نقول بالزبط. 1952 بالزبط. بس أسمح حضرتك، هنروح أو حدث آخر حصل في مصر في التوقيت ده وربما أشار إليه ضيفنا الكريم، كان أيضا أحد الممهدات لانطلاق ثورة 52 أو ما قبلها طبعا، موقعة الإسماعيلية. تكلمنا مع ضيفنا الكريم قبل الفاصل عن تصريح 28 فبراير عام 1922 أو ما يسمى بالاستقلال المنقوص لمصر، كان أحد ممهدات ثورة 52. حضرتك أشرت لمعاهدة 36 وقلت أيضا إن هي كانت أحد الأسباب، إزاي؟ معاهدة، إذا كان احنا تصريح 28 فبراير كان بيتكلم على الحماية البريطانية في مصر، فالمعاهدة دي أظهرت مصطلح تاني اللي هو التحالف. بس تحالف امتى؟ أنا لما أجي أعمل شركة مع حد بنبقى برأس المال أو الإدارة والحاجات دي وكده هو، بيبقى في أخذ ورد، ما بتبقاش الموضوع. فهم فرضوا علينا هذا التحالف، تحالف الودي والصداقة وحاجات بهذا الشكل، لكن كان في 16 بند فيها، وكان من ضمنها وأخطرها البند السادس والسابع، بيتناولوا على أن مصر في حالة دخول بريطانيا في أي حرب فبتبقى هي يعني مع بريطانيا وتقدم لها كل التسهيلات وكده. ونمرة اتنين ان كمان بيبقى في حماية للقناة بجيش بريطاني لحين ان الجيش المصري بيوصل لمقدرة ما في لحظة ما انه يقدر يغطي هذه الحماية. فطبعا مصر كانت بتسعى انها تخرجهم من كل مصر، فهم قالوا ان احنا هنروح لقناة السويس وكده، لان الحرب العالمية الاولى كان في سفن بريطانية وفرنسية في داخل القناة اثناء الضرب بتاع الاتراك والالمان وحاجات بهذا الشكل في الحرب العالمية الاولى، فكان نوع من الحماية، وعشان ده طريقها الرئيسي اللي بيوصل لمستعمراتها. وكانت خايفة من اللي ممكن تجيبه الاحداث في ان المانيا ابتدت تتحرك، بتنفض على نفسها أزيال الخيبة بتاعت الحرب العالمية الأولى لما جم في مؤتمر فرساي وقالت تعالى امضي وما تتكلميش. فهي وافقت موافقة المضطر، بس ابتدت بعد كده مع هتلر الأمور كلها تتغير وتغزو معظم البلاد الأوروبية زي ما هنقول. فالبندين دول كانوا من أخطر الفخاخ المنصوبة في فطبعا كان معظم المصريين ضد الموضوع ده، وابتدوا ان هم يعني يضغطوا على مصر في قبول هذه المعاهده. بعدين ابتدت بوادر الحرب في 39، يعني في سبتمبر 39 ابتدت بوادر الحرب العالميه الاولى. فكان على مصر انها من ضمن شروط المعاهده انها بتعمل لها طرق وتعمل لها خط سكه حديد عشان نقل الجنود، وبتعمل السكنات
وتوفير المؤن والمواد الغذائية يعني كانت. طيب خزانة مصر، ميزانية مصر خلال الفترة دي وفترة الحرب كان 35 مليون جنيه، هتعمل كل ده ازاي؟ فزائد ان هم مش عايزين الجيش المصري ينهض، احنا جيشنا اتصرح من ايام الخديوي وتوفيق واخر حروبه كانت ايام محمد علي، ما كانش فيه خلال الفترة دي اي تدريب للجيش المصري او كده، وكانوا هم المسيطرين على كل حاجة. فقلنا فرصة ان هيبقى في دعم للجيش المصري وتنويع مصادر الاسلحة وحاجات من دي، بحيث ان هو يبقى شرارة الدفاع عن مصر في اي حروب ممكن انها تقوم، حرب الاستقلال كده، ده كان احد اهداف الثورة بالضبط بالضبط. فالمهم ان ابتدت بوادر الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 39، فأعلن علي ماهر كان وزير رئيس وزراء مصر، أعلن حالة الطوارئ في البلاد. 2 بالضبط سبتمبر أعلنت إنجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا وكده. وابتدى في الوقت ده أن ألمانيا بتكتسح في أوروبا بشكل غير عادي، راحت لمنطقة البلقان بقى، ألبانيا واليونان والمنطقة دي فرغتها تماما، تشيكوسلوفاكيا طيرتها خالص. بعدين بنجد ان هي برضو وصلت لغاية شمال غرب اوروبا، الدنمارك والسويد وكده هو، وابتدت تفرغ كل اوروبا، بلجيكا وهولندا، كل المناطق دي بتغزوها بشكل غير عادي ومتقدمة وكده هو. الاخبار دي لما وصلت لمصر، الوطنيين كانوا نوعين، في وطنيين عايزين يتخلصوا من الاحتلال البريطاني، وكان في بعض الاحزاب والجماعات الفاشيه اللي هي اصلا عايزه يبقى تحالفها سواء هيفيدونا او ما يفيدوناش مع الدول المحور اللي هم المانيا وايطاليا قبل ما تنضم طبعا اليابان وكده. فكل الحدوته دي ابتدت في تطورات، وابتدينا ان احنا مصر مش عايزه كانت تدخل الحرب ويضغطوا. كان في واحد سفير او مندوب سامي بريطاني في مصر اسمه مايلز لامبسون، كان بيضغط على الوزراء وكان اولهم علي ماهر بان هو لازم يعلن الحرب. مصر مش عايزه تدخل الحرب، بل هي حمل حروب اصلا. اللي احنا عندنا جيش كان في الوقت ده مدرب له قوة او كده يقدر يكافح، كان 13,000 جندي في مصر، 13,000 تقريبا على حسب الاحصائية والوثائق البريطانية لبريطانيا. كان على الحدود في ليبيا، ايطاليا عندها 100,000، فرق كبير يعني وكده، زائد المانيا مع كل هذا الاكتساح. فهنعمل ايه؟ فاحنا حاولنا ان نعلن القاهره مدينه مفتوحه يعني ما فيهاش سلاح وكده. طبعا الانجليز رفضوا، بعد ما كانوا هيحطوا بس جيشهم في القناه راحوا قالوا لا، يحطوه في القاهره اسكندريه عشان المينا الرئيسيه والقاعده بدل مالطا، وفي القاهره وفي الصحراء الغربية عشان قرب الحدود وكده هو، وفي القصير وسفاجة عشان ده الطريق اللي ممكن توصله حتى عن طريق السودان إيطاليا عشان توصل لأثيوبيا اللي كانت احتلتها سنة 35، واحنا بنتكلم على السنة التالية لها 36 وكده هو و39. فالمهم إن, إن, إن كانت الظروف مع الضغط البريطاني ده هو، لدرجة إن هم لقوا بعض القيادات المصرية، فالتدخل بقى احنا في اللغه العربيه بنقول عليه سافر، انما هو كان، انا اسف التعبير، سافل باللام. ليه؟ لان السفير البريطاني كان بيعتبر نفسه اعلى من قيادات الجيش، من الملك فاروق اللي كان الحاكم في وقته قبله وابوه الملك فؤاد، وكان بيعتبر نفسه ان اعلى من كل السياسيين اللي كانوا بيفهموا في السياسه في الوقت ده وكل الاحزاب بما فيهم حزب الوفد، حزب الاغلبيه الى اخره. فكان مثلا عندنا احنا في الوقت ده في مدرسه هنا في اسوان صالح حرب ده كان وزير الدفاع وقتها، وكان عندنا عزيز المصري، وده شخصيه من الشخصيات الهامه جدا في مصر لانه كان رئيس الاركان، وكان قبل كده ليه مشاركات في الثورات العربيه، وكان قائد لمدرسه البوليس. وكان هو المشرف على برضو الملك فاروق لما كان في الخارج الاخره، وساعد برضو البريطانيين في بعض التحصينات بالنسبه للحمايه بتاعه الكتله الصحراء الغربيه الاخره. فقالوا ان الراجل ده ليه ميول ناحيه المحور فلازم يستبعد. يحاول في سنة 39 علي ماهر ان يوقف الكلام ده ويراغ وحاجات من دي، لا لازم يستبعد. ففي الاخر اضطر ان هو في فبراير 40 ان بيصرحوا بيعملوا تسريح اللي هو قبل المعاش بثلاث شهور ونص،
بيقول له خلاص يعني انت بتاخد تقاعد وتسيبه كده. فكانت طعنة لان ابتدى علي مهري يسرب للصحف ان التدخل بقى زايد قوي فهياج الشعب المصري والمظاهرات ضد التدخل البريطاني في السياسة المصرية. ده بقى حضرتك اللي طرحته ده كله وصل المصريين لانهم يعملوا ايه عشان بعد كده تحصل موقعة الاسماعيلية. الضغوط دي كلها وصلتهم لايه؟ الضغوط ان هم شافوا رئيس اركان جيشهم بيتشال. شافوا ان في ضغط عشان نبقى نعلن الحرب. نعم. واحنا مش قدها ولا لينا مصلحة فيها. صحيح. الا اذا ايطاليا جت اعتدت علينا. نعم. علي ماهر عمل حاجة ان هو سحب الجيش من السلوم. كان في السلوم قرب الحدود الليبية وده مرسى مطروح عشان ايه ما يبقاش في احتكاك يؤدي لشرارة حرب وكده اهو 230 كيلو تقريبا وكده اهو. فابتدوا هم كمان عايزين يفرضوا الرؤساء الوزارة اللي بيخضعوا لهم. يعني تبقى وزارات ضعيفة. تمام. والملك فاروق كان ماشي على هذا الخط لانه برضو كان بين قوسين حاكم فاسد يعني بتفاصيل كتيرة. فالمهم ان كل ده كان دفع الناس انها شافت بعينها ان الانجليز بيجوا يحاوطوا قصر عابدين حادثة 4 فبراير 42 ويفرضوا على ملك مصر ايا كان رئيس وزراء معين. نعم. اللي هو يخضع لهم ويعلن الدخول الحرب الاخر. نعم. فده اشعل الثورة وابتدت مدن القناة بتبقى في انعكاس لكل ده. وبعدين النحاس باشا لما جه وكده هو رغم ان قالوا ان هو جه على سنة الحراب وحاجات من دي عايز يحمي الجبهة الداخلية بوطنيته وبإيمانه بالبلد الى اخره. فاللي عمله ببساطة جديدة ان هو جاء في البرلمان واعلن في 8 اكتوبر 51 قال انا اللي عملت المعاهدة دي باسم الشعب وانا اليوم باسم الشعب برضي بألغيها لانها مش في صالح مصر ومصر تعتبر دولة. لان كل المباحثات مع البريطانيين في الوقت اللي فات اللي عملها وصلت لطريق مسدود وعايزين يفرضوا عليه انه يختار رئاسات معينة ويقبل بالوضع السياسي اللي موجود في مصر تحت السيطرة البريطانية. فلما هو ألغى المعاهدة ابتدت رد الفعل الدنيا قامت ولم تقعد وحركة بالزبط. الفدائيين المصريين والقصص دي كلها. إذن احنا كده خلاص بدأنا ندخل على موقعة الإسماعيلية. استسمحنا نروح لفاصل تاني وأخير وحنرجع بقى نتكلم موقعة الإسماعيلية اللي حدثت يوم 25 يناير 1952 واللي كانت شرارة زي ما قلنا لثورة 52. ايه تحديدا اللي حصل فيها؟ يعني هو طبعا في إحباط بالنسبة للشارع المصري من التجبر البريطاني اللي كان حاصل وكده هو، وإن حتى بعد المشاركات المصرية الغير عادية للجيش المصري اللي هو وصل يمكن ل 30 ألف أثناء الحرب العالمية الثانية وكده هو من 13 ألف وعملوا جولة النحاس بعد جولة لأحد يعني بعثة عسكرية وجابت تقريبا تنويع قبل ما يلغي المعاهدة دي برضو حتة ذكية جدا. بعت البعثة دي عدت على فرنسا وعلى سويسرا وعلى دول مختلفة وعملت بقى استيراد لأسلحة مختلفة للجيش المصري تقويته لأن هي دي اللي هتوصلنا ان دول يروحوا وانا بحل بقى احمي ارض بلدي وكده اهو. لكن هم لقوا ان بريطانيا مش في دماغها الموضوع ده خالص. قالت ان هي هتفضي الجيش من يعني القاهره وكده من السكنات بتاعته هيبقى في القناه حوالي 10,000 جندي بريطاني موجود في القناه وكده اهو. حتى في المفاوضات فين في القناه كان فيها كلام كتير وكده هم مش عايز اصدع الناس بتفاصيله. المهم ان ال 10,000 دول لينا نتخيل عايزين قد ايه اكل في الثلاث وجبات عايزين قد ايه للتدفئه عايزين قد ايه الكهرباء عايزين قد ايه ميه المقاولين اللي هم بيشتغلوا في البرنس ويودوا كل الحاجات الغذائيه ليها المصريين اللي شغالين في السكنات بتاعتهم وكده هو للخدمه ليها. فكل ده ابتدى يظهر
زي كفر عبد وغيره بعض القرى على طريق الإسماعيلية وفايد وكده، هو ان هم بيعملوا كمان واضربوا قطر سكة حديد واضربوا مخازن للذخيرة ومخازن او كوبانية المية وحاجات مختلفة كده، لدرجة ان القائد اكسهام ضربوا على السيارة بتاعته. فكل ده كان زي انذار لمصر بانكم انتوا تستبعدوا ده، لان اكتشفوا ان الوطنية المصرية اللي موجودة في اسم شرطة إسماعيلية في الوقت دي في الوقت ده هي الدينامو اللي بيحرك ده مع بعض مجموعات فدائية وكده هو، سواء بالتدريب سواء بالذخيرة سواء سواء سواء. فقالوا يبقى لازم ان احنا ننفرد بالمدنيين ونستبعد اي عنصر عسكري من القناة وبالتحديد الشرطة. فكان عندنا حوالي مثلا، كانوا بيعتقدوا كمان ان الفدائيين بيستخبوا جوه المباني دي بحماية من الشرطة المصرية. ففي حوالي مثلا 8000 جندي في السكنات، سكنات البلوكات بيسموها، وقسم الشرطة بتاع الإسماعيلية. فجأة وصلوا لهم انذار بان لازم بتخلوا الاسم والسكنات وكده هو، وتسلموا اسلحتكم، ومش تطلعوا بس من الاسم، تطلعوا من إسماعيلية كلها باتجاه القاهرة. فطبعا ما فيش اي حد عسكري، ده جنان يعني، ما فيش اي حد عسكري ماسك سلاح في بلده، مش كمان بلد خارجية أو قوات حفظ السلام من دول مختلفة، ده أنا في بلدي ما دفعش عنها إزاي؟ ده إحنا أيام ما كان في انفلات أمني كنا بنطلع بالعصيان وبجلاليب أو لبسنا العادي وإيه بنحمي الشوارع بتاعتنا وكده هو. فأسيب بلدي الأجنبي يقول لي اطلع؟ فطبعا هم رفضوا. وصلوا رسالة لفؤاد سراج الدين، كان وزير الداخلية في وقتها، كان أحمد رائف اللي هو قائد الشرطة وقتها، فقال له طب وانتوا هتعملوا إيه؟ قال له إحنا يعني مصرين على ان ايه يعني يا النصر يا الشهادة. طيب اتكلوا على الله يعني. فجم برضو اكسهام بالرسالة بتاعته لمصطفى رفعت اليوس باشا بيقول له بتطلعوا كده، قال له انت جاي تقول لي اطلع من حتة في ارضي، انت اللي تطلع دلوقتي وما طلعتش، ان انا هبتدي بمبادرتك بالسلاح. ودخل لصديقه يوس باشا كان مسيحي عبد المسيح اسمه ومجموعة الجنود وقال لهم على الوضع وكده، واحنا ايه رجالة هندافع عن المكان ده لاخر نفس. تمام تمام يا رئيس. وابتدوا بقى ايه عمليه ده، كانت بنادق خفيفه زي اللي احنا بنلاقيها في الافلام في الفتره دي، بنادق بسيطه قصاد بقى في دبابات وعربيات مصفحه ومدافع. ابتدوا يضربوا في المكتب بتاع الاشاره عشان يقطعوا الاتصال بينهم ما بين القاهره او ما بين اي امداد او ما بين اي حاجه وكده اهو. وابتدى بقى يضربوا لعده ساعات لغايه ما الذخيره نفذت. هو كان في البعض جرح، فطلع بقى اليوس باشا مصطفى رفعت ربنا يديله الصحة يعني لو كان حي أو يرحمه إذا كان يعني توفى. فطلع فهم قالوا ده هيستسلم، قال لهم لا أنا عايز عربية إسعاف زي ما بيحصل في كل الدنيا أثناء الحرب، بننقل الجرحى ووصلوا اللي أنتوا عايزين تقولوه. فقال لا يا تطلعوا يا إما. فواصل لغاية ما طبعا خلصت الذخيرة وكده هو. فهو برضو طلع مرة تانية على أساس إن إيه خلاص يعني ما فيش داعي إن هو أكتر من كده يعمل، هو خلص ذخيرة هيعمل إيه مش هيبقى فاضطروا يستسلموا حفاظا على حياة المتبقين يعني. بالضبط. فطبعا كان في أكتر من 50 العسكرية. بالضبط. كان في أكتر من 50 شهيد، وكان في أكتر من 80 واحد جريح كده في حالات مختلفة وكده هو. فالإكسهام وضابط تاني برضو جم ودوله، خلي الجنود يدوهم تحية عسكرية، لأن الراجل زي ما الراجل بيبقى راجل لمراته وبيته أو في الحتة بتاعته، بيبقى الرجولة دي ليها احترام غير الذكورة. فكان طبعا موقف الـ 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 الشرطة المصرية في الوقت ده بيفكرنا ان الجيش المصري في مصرنا القديمة الغالية طول عمرها بكل تفاصيل تاريخها بدا جيش. صحيح. بدا شرطة يعني، الجيش بدا شرطة وبعدين ابتدى ان هو يطور مع حرب خارجية خارجية جاية من العام وحريوشة الى اخره. الحوار مع حضرتك ممتع، لكن انا تبقى قدامي فقط شيء واحد. في فيلم كان اتقدم افتكر سنة 54 اسمه حياة او موت، الفيلم ده كان قصة علي الزرقاني، وكان السيناريو والحوار والاخراج لكمال الشيخ. في يعني
جملة شهيرة جدا جدا كانت الدواء. أيوة الدواء في سم قاتل. كان بيعكس برضو إلى أي مدى كانت الشرطة المصرية يعني مفرغة نفسها لخدمة الشعب وأمن الشعب، لدرجة إن واحد يعني كان ممكن ياخد دواء اتوصف بالغلط أو اتعمل التركيبة بتاعته كانت غلط من قبل صيدلي، الشرطة كلها وقفت على قدم وساق عشان خاطر البنت ما توصلش الدواء لباباها وياخده. فده بي يعني بي الرسالة اللي بيقولها إيه؟ الفيلم ده أكيد حضرتك شفته طبعا. ده من الأفلام زي فيلم الأرض وغيره من الأفلام اللي هي ليها بصمة في تاريخنا بنشوفها في المناسبات يعني وكده. فدي قصة حقيقية حصلت. أخذها كمال الشيخ وبعدين اتألف عليها القصة وقام بإخراجها وكده هو، وراح للسيدة آسيا على ما أذكر كانت هي المنتجة اللي قبلت عمل الفيلم ده هو. وطبعا يوسف وهبة اللي هو كان حكم دار العاصمة، وحسين رياض اللي هو كان الصيدلي اللي أخطأ فراح على طول. ودي رسالة برضو يعني قبل ما أتكلم بس على الشرطة، أن أي واحد في منطقة ما بيخطئ هل عنده روح الفروسية أنه أخطأت ويصلح، ولا بيحاول يغطرش ويغطي أو حاجات لا من حضرتك كمان يعني بصيت للموضوع من زاوية جديدة برضو، فكرة أن الاعتراف بالخطأ يعني بالزبط. بس عشان ينقذ حياة إنسان. أستسمعك نشوف الجزئية دي نفكر السادة المشاهدين بيها وبعدين. طبعا اللي حصل في النهاية أنه الشرطة بحسن تصرفها وسرعة تصرفها وتكاتف الشرطة مع الإعلام كان لهم دور كبير جدا في أنهم ينقذوا حياة ولو مواطن واحد بس، والحقيقة هو ده اللي منتظر من الشرطة واللي هي فعلا بتقوم به. ويعني أنا بعد شكر حضرتك طبعا على الحوار المستفيد ده عايزة نختم الحلقة برسالة من حضرتك لرجالات الشرطة المصرية. يعني طبعا لما باجي بتكلم على بعض المؤسسات اللي بتعتبر أعمدة في أي دولة زي الشرطة زي الجيش زي القضاء زي الإعلام، فما فيش شك أن كان تعبير بتاع الشرطة في خدمة الشعب كان مطبق. يعني حتى هنتكلم على الفيلم ده كان مطبق أن فرد رحوله لغاية بيته عشان هم يدوروا على إنقاذه، أجهزة الدولة كلها سخرت له. وكمان بنخلق ببعض الأفلام الهادفة بدل الحاجات التافهة وأغاني اللي مش عارف إيه وكده هو الوطنية. يعني البنت الصغيرة اللي كان جاية دي بعتقد إذا كنت ما تخونيش الذاكرة اسمها ضحى. ضحى أمير. بالظبط. دي اختيرت من مجموعة كبيرة، وقيل ان كمان الرئيس عبد الناصر كان واحد من ضمن الناس اللي اختاروها وقال لها الكلام ده، وشاف الفيلم في يعني حفلة منتصف الليل وأثنى عليها وكده. فالبنت اتزرع فيها، وده على برامج الأطفال، اتزرعت فيها الوطنية. انت عرفي حضرتك دي بقت زي أم كلثوم لما كانت تعمل حفلاتها في المجهود الحربي. لمت كم من المبالغ غير عادية للمجهود الحربي لمصر هذه الطفلة لما كبرت وكده. فهي ما فيش شك التكاتف بين مؤسسات زي تكاتف الأسرة اللي بينجحها، فهي الأسرة الوطنية لما مؤسساتها تبقى مجتمعة على إيمان بسياسة خارجية وداخلية كويسة وعدالة وكرامة إنسانية وكده، مفيش شك إن ده بيعمل أساس لبيت بيعلو. وترجع مصر بقى بعد ما تعدي بقى أزمات الكورونا والحروب اللي احنا عايشينها والتأثير الاقتصادي عليها، ترجع مصر تاخد مكانها اللي تستحقه زي ما كانت طول عمرها نورت الميدان أو الجنينة زي ما بيقولوا. طبعا أكيد طول ما فيها ناس زي حضرتك وطنيين وبيحبوها أكيد هتبقى أحسن من الأول. شكرا جزيلا لحضرتك. نعم. دكتور نجيب نصيف وديني بشرتك أهو ماجستير في مجال السياسة وتاريخ مصر القديم وباحث دكتوراه في السياسة. بشكره شكرا جزيلا على المعلومات المستفيدة اللي كانت معنا النهاردة، ومرة تانية تهنئة إلى كل أبناء الشرطة المصرية بعيدهم، بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وتصبحوا جميعا على ألف خير.